بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: العاقل يعلم قدرة الله وسلطانه وقهره فيطيعه باختياره، أي يطيع ربه باختياره مختارا له لطاعته. يقول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. هو الضمير يرجع إلى الله جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده، أي هو وحده القاهر الغالب الذي لا يغلبه شيء. كثير من الناس يظنون أنهم يعني لا حاجة لهم بالدين، وأنهم يعني يتركون الدين، دين تركوا على طرف، تركوا كذا. لا، هذا له دين، ولكنه مع الأسف ترك دين الحق وترك العلم بالله. فالله تبارك وتعالى هو الغالب وله الغلبة، لا يعجزه شيء. فهذا الذي يترك طاعة الله ويتبع مخلوق مثله، هذا المخلوق ممكن أن يغلب، ممكن أن يعجز، ولكن الله خالق الكائنات الذي ندعو إلى طاعته والتحرر من التبعية لغيره قاهر فوق عباده جميعا، ما يستطيع أحد أن يخرج من سلطان الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويرسل عليكم حفظة. انظروا أيها الإخوة، كثير منا لا ينتبه إلى هذه المعاني. الذي يرسل الحفظة هو الله. من هم الحفظة؟ الحفظة نوعان، والمراد بهم الملائكة. نوع من الملائكة يحفظون أعمالنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عمل أو قال قولا صالحا سجل في حسناته، وإن قال أو عمل عملا فاسدا سجل في سيئاته. فهؤلاء يحفظون ما تعملون، يحفظون أعمالكم لتحاسبوا عليها يوم القيامة. والنوع الثاني من الحفظة اللي أشارت إليهم الآية القرآنية، القرآن يفسر بعضه بعضا، التي أشارت إليه الآية القرآنية، يحفظونه من أمر الله، يعني من الأمور التي يخلقها الله في الكون. فكل شيء في الكون منظم مدبر. لعلنا سمعنا أن هناك نيزكا هبط في روسيا فقتل يعني يعادل 3 أضعاف قنبلة ذرية، فقتل العديد. هذا النيزك نزل بقدر الله وليس هكذا فلت، لا، وهو لا ينزل ولا يهبط ولا ينشق عن النجم الذي انشق منه إلا بقدر الله. ففي الكون أيها الإخوة معنا خلائق لا تعد ولا تحصى، ولكننا لا نراها. فقانون الجاذبية لا نراه، إذا اختل قانون الجاذبية اختل وضع الإنسان. الجن لا نراهم، الملائكة لا نراهم، الشياطين لا نراهم. قال الله تعالى: إنه يراكم، عن إبليس، هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإبليس عدو للإنسان، ولكن عداوته يوسوس له ليجره إلى الكفر والمعاصي، غير عداوة الشيطان الإنسي. عداوة الشيطان الإنسي ممكن يستعمل الضغط والقهر، مثل ما يفعل الآن فرعون في الناس في سوريا والفراعنة في الأرض، يقتلون الناس ويسيئون إليهم ويضربونهم ويهدمون بيوتهم وكذا، كل ذلك ليرهبوهم وليجبرونهم على أن يخضعوا لسلطانهم فيكونوا عبيدا لهم. هذا الشيطان الإنسي. ولكن الشيطان الجني لا، شوي شوي، لأن الله يحفظ الإنسان منه، فخطره فظيع لولا حفظ الله سبحانه وتعالى. لأن عدوك يراك ولا تراه، الشيطان الإنسي تراه، تستطيع أن تقاومه، أن تقاتله، أن تتهرب منه، ولكن الشيطان الجني أو إبليس لا تراه. إنه يراكم هو ومن قبيله من حيث لا ترونه. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يرسل للإنسان ملائكة تحفظه من هذه الكائنات الأخرى التي لا يراها وهي تراه.
أرأيت أن الله سبحانه وتعالى يهتم بك أيها الإنسان؟ فلماذا لا تتذكر الله؟ لا تذكر الله، لا تذكر الله، ما نقصد تقول الله الله بالكلام، تذكر الله أنه هو الذي يتصرف بك وهو الذي يحميك، يرسل عليكم حفظة، أملائكة تحفظ أعمالكم. وحفظة النوع الثاني ملائكة يحفظونكم من أمر الله، من قدر الله، من المخلوقات الأخرى لئلا تضر بكم. حتى إذا جاء أحدكم الموت، صار وقت موته، توفته رسولنا، أي الملائكة، ملائكة الموت يسميها بعض الناس عزرائيل، ولم يرد هذا الاسم في القرآن، إنما ورد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملائكة تتوفى هذا الإنسان الذي انتهى أجله، وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون فيما أمروا به، ولا يتنون ولا يت يعني يخالفون أمر الله فيه. إن كان أمر الله أن يقبض فلانا في المكان الفلاني في البلد الفلاني يقبضه، وإن كان في بلد أخرى يقبضه أيضا في المكان الآخر. كثير من الناس قدر الله موتهم في الطائرة، يقتل نفسه ويسعى وكذا حتى يسافر وما تفوت الرحلة، يطلع بالطائرة وتحترق الطائرة، هكذا قدر الله. في رواية يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبي سليمان عليه السلام، يقول كان رجل يجلس في مجلس سليمان، فنظر إلى رجل آخر يجلس في مجلس سليمان ينظر إليه بنظرة مخيفة، فقال الرجل لنبي الله سليمان: يا نبي الله، من هذا الذي ينظر إليه؟ قال له سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت، فارتعدت فرائصه. فقال: يا نبي الله، مر الريح أن تنقله، أن تأخذني إلى الهند. كان ربنا تبارك وتعالى كما أخبرنا في القرآن سخر لسليمان الريح، فأمر سليمان الريح فنقلت هذا الرجل إلى الهند. فقال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ملك الموت لسليمان عليه السلام: سبحان الله، إني أنظر إليه متعجبا، نظرة غريبة يعني، لأن الله أمرني أن أقبضه في الهند وهو يجلس عندك، فكيف أقبضه في الهند؟ حان وقت قبضه. انظروا أيها الإخوة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعندما يأتي الأجل تأتي ملائكة الموت فتقبض الإنسان ويرد إلى الله، قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي سيدهم بحق، فهو المتصرف. فلماذا لا تخضع لهذا المولى ولهذا الرب الخالق العظيم الذي يرسل لك الحياة عندما تعيش فيها، وعندما ينتهي أجلك يقبضك إليه؟ قال أحد الشباب عندما كنت أدرس من 40 سنة تقريبا هذه الحادثة، قال أحد الشباب: والله تحيرنا يا أستاذ، دخل قبل قليل أستاذ اشتراكي وقال صيروا كذا وكذا، ودخل أستاذ شيوعي وقال الشيوعية كذا، وأنت تقول أطيع الله، احترنا لمن نطيع؟ قلت له: اسمع يا أخي، لا تطعني ولا تطع فلانا ولا تطع فلانا، ابحث عن الذي أعطاك الروح ووضعها في جسمك، والذي يقبضها إذا شاء وقت ما يشاء لا وقت ما تريد، فابحث عن هذا الخالق الذي سيقبض روحك بملك الموت فأطعه. قال: والله صدقت. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، هو الذي يحكم بحياتنا، بموتنا، بسعادتنا، بشقائنا، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يحاسب الكون والعالم كله في لحظات في اليوم الآخر يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه قبل أن نرتد إليه في اليوم الآخر، لأن يكون من المحسنين الفائزين بسعادة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.